إذن مشاهدينا نعود لكم في مباشر جديد دائما من جماعة سولاد الشرقي بعد المقابلة أو المباراة الكبيرة اللي كان جمعت بين الكسابة أو الكسيبة مشاهدة قناة شوف تربيب. هذا الجماعة لاختيار أحسن حولي لتحسين النسل. فبعد هذا المباراة هذه اللي عرفت مشاركة مجموعة من الكسابة، واحد المجموعة كبيرة ديال الكسابة ومجموعة كبيرة ديال الحوالة مشاهدة قناة شوف تربيب، وتم اختيار يعني بالمواصفات والجوده ديال الحواله تم اختيار يعني الامن احسن الحواله في هذه المباراه. فاليوم كنشوفوا كيف تتم عمليه البيع بعد هذه المباراه مشاهدي قناه شوف تي في. عمليه البيع كنشوفوا يعني حشود او اقبال واحد المجموعه ديال الكسابه على هذه الحواله هذه اللي تم الاختيار ديالها من طرف اللجنه الوطنيه للانتقاء والوشم والجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز بهذه المباراه هذه. طبعا الكسابه كيجيو باش ياخذوا الحولي لتحسين النسل، الحواله اللي تيكونوا مشاهدينا تم الاختيار ديالهم من طرف هذه اللجنه واللي كيوصلوا واحد الثمن اللي هو مرتفع نظرا لانه كيحاولوا الكسابه ياخذوه لتحسين النسل باش يعني تكون منه الكسيبه مشاهدي قناه شوف تي في. هنا كتبدا عمليه البيع. اذا عمليه البيع مشاهدي قناه شوف تي في، كل الحولي الثمن ديالو على حساب الجوده ديالو المواصفات اللي فيه والترقيم اللي عطاته هاد اللجنه مشاهدينا من خلال هاد المباراه هذه اللي كما تابعتوا معنا عبر قناه الشعب قبل قليل كانت بهاد الجماعه مشاهدي قناه شوف تي. اذا هنا كنشوفوا مجموعه من الكسابه اللي كيحاولوا ياخذوا يعني الحولي اللي غادي يخدم لهم الاغنام ديالهم واللي ممكن يتم تحسين النسل كما قلت تبارك الله ما شاء الله. فهذا الخير هذا يعني اللي مروا في واحد المباراه اللي هي حارقه مشاهدي قناه شوف تي في. طبعا هذه المباراه اللي تم اختيار واحد العدد ديال الحواله اللي كل كساب وشنو خدا، كاين اللي شفنا ربما احسن كساب خدا 19 الحولي وكاين 14 الحولي وكاين اللي مازال ما وصلتوش يعني لا لا لا. كنشوفوا غادي نشوفوا حولي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوف شوف بعينك شوف بعينك تبارك الله. اذا هنا عمليه البيع مشاهدي قناه شوف تي في عمليه. مرحبا مرحبا الحاج مرحبا خير تبارك الله. اذا كما قلت المواصفات اللي يتم اختيار عليها الحولي هي المواصفات ديال الصبر كما قلت مشاهدينا الجماليه ديالو وكيتم عمليه البيع. شحال هذا الحولي دابا؟ مازال ما مازال 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 في النقاش يضربني المراخي مازال النقاش. اذا هذه عمليه البيع كيتم بعد نزاله تحيه للناس نزاله وتحيه للكسابه ديال نزاله ولا شرقي ولا. اذا نشوفوا هذا الحولي هذا اللي في المزاد دابا مشاهدينا بعد هذه العمليه او المباراه فكيتم بيع كما قلت الحولي لتحسين الناس المجموعه من الكسابه اللي كيتم كيقوموا بالمزايده على هذا الحولي او اذا نشوفوا شحال اتباع هذا الحولي هذا تبارك الله ما شاء الله. هذا الحولي اللي تم اختياره كباقي الحواله اللي تم اختيارهم رقم واحد اللجنه الوطنيه للانتقاء والوشم احمد تبارك الله. كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في هذه هي عمليه بيع عمليه البيع بعد المباراه يتم نقاش ما بين الكساب وكساب اخر كذلك باش الله يبارك فيك. كيداير الحاج هاني بخير الله يبارك فيك. كدوزوا المباراه اليوم الحمد لله كلشي زين مزيانه بخير الله يبارك مزيانه كلشي بخير. دابا البيع كله الرزق ديالو كله واش يدي شريتي ولا بغيت تبيع؟ لا لا باغي نبيع باغي تبيع باغي نبيع. هذا ديالك هذا الخير ديال نسيبي ديال نسيبك. شحال هذا الحولي هذا؟ الحولي عاطينو 160 8000 درهم. لا لا ما
مرشوم. والمرشوم شحال داير؟ المرشوم داير مليون و 40 300 مليون. مليون و 40 مليون ونص. اذا 180 باش تباع هذا الحولي مشاهدي قناة شوف تيفي الله يسخر المولاه. اذا كما قال الكساب هذا ما مرشومش وتباع ب 180 يعني 9000 درهم. كيدير لي معرفه 180 9000 درهم. اذا 9000 درهم كما قلت مشاهدينا بالنسبه هذا الحولي كما شفتوا معنا في التصريح ديال الكساب هو انه ما مرشومش. بالنسبه للحولي المرشوم كيوصل حتى المليون ونص. المليون ونص المليون ونص مليون و60 مليون و60 مليون و40 هذا دوزيام ياك زرق. هذا دوزيام بالزرق. اذا هذا دوزيام مشاهدي قناه شوف تيفي رقم 2 غادي نشوفوا سوبر رقم 1. هذا رقم 1 رقم 1 اللي الثمن ديالو تيوصل حتى المليون ونص بعد المباراه مشاهدي قناه شوف تيفي. اذا مليون ونص هنا بعد كما قلت عمليه البيع اللي كتتم بعد هذه المباراه اللي كانت بولا الشرقي وبمشاركه مجموعه ديال الكسابه اللي هذه العمليه اللي شرفت عليها الجمعيه اللجنه الوطنيه للانتقاء والوشم الجمعيه الوطنيه ل كما قلت مشاهدينا مربي الاغنام والماعز. اذا هذا سوبر رقم 1 اللي تم الاختيار ديالو والترقيم ديالو من طرف هاد اللجنه هذه اللي تم كذلك اختياره من ضمن الحواله اللي كانوا في هذه المسابقه. فالثمن اللي لتذكير مشاهدي قناه شوف تيفي اللي كنلقاو فيه يعني مرشوم او علامه حمراء فهذا كيتسمى رقم 1 واللي علامه زرقاء رقم 2. شفنا حولي ما كانش دخل في ضمن المسابقة اللي تبعدتني. إذا هاد الحوالة هما اللي تيوصلوا. ولكن الشراء ما كيمشيش للعيد، الشراء خاص. اشرح لنا على يعني حنا الكسابة كيشتريو هذا على حساب تحسين النسل. تحسين النسل يعني بعد غالي على العيد. بعد المباراة كيجيو الكسابة باش ياخذوا الحوالة اللي تختاروا باش يديوهم للغنم. للغنم ضروري هكاك. دابا كيمشي كيحسن من النسل كيدي السيد يعاود يولد منه خرفان ملاعو. يعني حتى كيخرج للعيد كيخرج للعيد. يعني حتى الثمن ديالو فاش تيوصل مليون ونص. كيولي صعيب. مليون و60 مليون و80 راه صعيب. لا الناس كان واخده فكرة غلط على الثمن بحال هكا. هذا راه تقريبا دابا عامين هو كيعلم. ما يمكنش يمشي للعيد حقاش سوبر. السوبر يعني كيمشي لتحسين النسل. تحسين النسل هذا هذا هو السؤال ديال صاحبي كتسير حساب تحسين النسل. واخا اليوم هذا الحولي تختار من ضمن الحواله اللي خداو السوبر رقم 1 يعني علاش عطاوه رقم 1؟ ربما مواصفات. مواصفات مواصفات فيه القدر فيه الطول فيه يمشي على سواد ينظر على سواد ياكل بالسواد ويمشي على العبار راه كيدوز في العبار. نعم اي في العبار يعني هنا الا ما فيه كاع مواصفات كيدوز السوبر. يعني المواصفات هي اللي عطاته السوبر رقم واحد مشاهدي قناه شوف تيفي. يعني هنا هذا يكون القصاب مقصر تكون رجله غليظه. رجله غليظه وتكون رجليه كحلاش. رجليه كحلاش عينيه كحلاش ويكون القرن مزيان ما يكونش عوج ولا مسر ولا الصندوق ديال الخوف. الصندوق راه على حساب شنو الحولي ديال الصندوق. الصندوق ملي كيعبروا الصندوق ملي كيعبر حتى الصندوق ديال الحولي. الصندوق ديال الحولي مزيان. هذا هو علاش كيعطيو هاد المواصفات ديال رقم واحد. واش راه كيجي من واحد العناء كثير. واخا انتم كسابه احكيو لينا حنا تحيه لجميع الكسابه. انا عرفنا الكسابه عانى في فتره الجفاف من بعدها كانت ارتفاع ديال ثمن الاعلاف اللي هو غالي ورغم كل الصعوبات الا وكنلقاو هذا الخير باقي في البلاد. لا الا اللي باقي كاسب هادشي راه كيتزار. راه الصبر اللي كيدوزوا هاد الناس هادو راه لا يحصى. راه الصبر ايو فات. راه الصبر اللي راه السيد كيجوع ولادو كيوصل باك لهاد المنتوج هذا باش تشوفوا هذا راه ماشي ساهل باش تربط. دابا راه ديال العام الجاي راه كياكل دابا. نعم اللي مربوط العام الجاي راه كياكل دابا حاليا دابا كياكل اللي كتوجدوه العام الجاي. العام الجاي من دابا هو كياكل 5 دراهم 10 دراهم 13 درهم في النهار اللي كياكل. باغي الدعم الفلاح ونوي الدعم من عند الله. نطلبوا الله يرحمنا. الدعم ولا الدعم نطلبوا الله يرحمنا. نطلبوا الله يرحمنا. الدعم لعداد نطلبوا الله يرحمنا. الدعم هو الشاء الله يعطينا الشاء. اللهم امين. فهمتي الله يعطينا الغيث. اللهم امين. طلبوا الغيث الله سبحانه وتعالى. طلبوا الله يرحمنا. بغينا الله سبحانه وتعالى يعطينا الشباب باش هاد الخدمه هادي تخرج الشباب وتعرق ان شاء الله. ان شاء الله وتحيه ليك وتحيه وتحيه للكسابه. تحيه للكسابه. الان الكسابه الكبار اللي وصلوا هاد المنتوج بحال ما هكا. راه بزاف الصاحب بزاف بزاف باش يوصلوا واحد المنتوج بحال ما هكا. وتكون نتمنوا يعطينا الكرامه ديال الشباب في هاد الشهر. مازال اخويا ان شاء الله. ان شاء الله. والله يدخل هاد رمضان علينا بشرزيه. ان شاء الله. اذا تحيه للكسابه مشاهدي قناه شوف تيفي. فكما قلت
ظل فترة الجفاف، ظل معاناتهم مع العلف، فرغم كل الصعوبات إلا هذه المباراة كنشوفوا الخير تبارك الله، كنشوفوا الحولي ما شاء الله واحد العدد ديال الحوالة اللي تم اختيارهم اليوم من طرف اللجنة الوطنية للانتقاء والوشم، كذلك والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز. فبعد هذه المباراة اللي كانت منذ الصباح تم اختيار واحد العدد ديال الكسبة اللي تم اختيار الأغنام ديالهم، كل أخذ نصيبه، شفنا ربما اللي غيكون أول واحد واخذ 19 الحولي، كاين 14 الحولي الآن. كنشوفوا عملية البيع بعد مرور أو بعد انتهاء هذه المباراة هذه، فكنشوفوا هذه الحوالة اللي خذوا الرقم سيبير أو رقم واحد في هذه المباراة اللي كيتم البيع ديالهم وكيكون الأثمنة ديالهم أثمنة ربما مرتفعة شوية نظرا للجودة ديال الحولي وكما قلت المواصفات اللي فيه، لأنه المصاريف ديالو لأنه ماشي كيجي من تحسين الناس، كيجي من عناء طويل العلف والدوايات كل 20 يوم شهر كيجلب راه ماشي سهل باش توصل هذا الخير هذا. تبارك الله، وكنشوفوا تاكل هو ياكل، كنشوفوا النتيجة ديال هذا النتيجة مشاهدي قناة شوف تي في ديال هذا المعاناة ديال اللي عانى الكساب، الا الحمد لله كتكلل بنجاح. حتى هما دابا مول هادشي هو راه كيمشي كيشري دابا حوالي بجوج المليون 3 مليون باش كيوصل هاد المواصفات. تبارك الله، ماشي يمكن يدير من غير ضروري، خاصو يمشي يشري من عند واحد اخر. نعم، واحد يشري من عند واحد باش يوصل هاد الخير، باش يبدل الدم. باش الدم كيولي كتزاد عنده، يعني خاصو يبيع الحولي اللي عنده ويشري حولي اخر. دابا راه دابا بيناتهم كيتباعوا النقطه ديال الدم، كسبب بيناتهم هما اللي دايرين هاد جوج ثلاثه. دابا ما يمكنش ممكن الحولي ديال 6 مليون و7 سنين، كاين الحولي كيوصل حتى 7 مليون كما قال 7 ديال المليون. 7 المليون باش كيوصل كيبدل النقطه ديال الدم. تبارك الله، ايوا تحيه لكم وتحيه لجميع الكسابه مشاهدي قناه الخير. والجفاف راه دخل معنا شويه، راه والله يرحمنا، والله بغيت تعاونونا ويعاونوا ثاني هذا الشيء الله يرحمها. اذا لقطه معبره مشاهدي قناه شوف تي في، لقطه معبره على المباشر كما كتابعوا معنا. الله يرحمنا، الله يعطينا الصحه، الله يرحمنا الحاج، عندنا لا اله الا الله عند رسول الله. الله يرحمنا الحاج، عيني 7 سنين بنادم وهو كيضرب، 7 سنين وهو كيضرب مسكره، لا اله الا الله عند رسول الله. والله يعمر ربي يبدل هذا المنزل لنا بالخير. اللهم امين، الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. تحيه لكم وتحيه لجميع الكسابه فمشاهدينا، تحيه لكم. الجماعه ديال الشرق راه تكرست شويه، شو بغا يعاونونا هضر، ما نقول لهم عاونونا، نطلبوا من سيدنا حنا يعاوننا شويه، راه حنا طبنا. الكسابه راه تكرسوا صحيبي، والله لا تكرسوا، راه دخلنا لهذا الداخل ومدينا قدينا نتململوش وصافي، وشادين العزيمه للبلاد. وتبارك الله عليكم، الله يوفقكم، امين، والله يرحمنا، امين، الله يرحم فينا. طالب الكبير، شوف الطالب الكبير هو الله سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى، صافي طلبوا الله يرحمنا ان شاء الله، الله يرحمنا بالغيث، الله يرحمنا بالغيث. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا على المباشر كيف تتم عمليه بيع الحواله من بعد ما كانت مباراه حارقه منذ الصباح بين الكسابه اللي شاركوا مجموعه من الحواله ومجموعه من الكسيبه اللي تم الاختيار ديالهم احسن من احسن السلالات اللي هي سلاله السردي. فنعود لكم مرحبا، تفضلوا، فنعود لكم ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تي في في مباشر اخر، موضوع اخر بعد ما حاولنا نقلوا لكم الاجواء اللي كتعرفها المباراه اليوم ديال اختيار احسن حولي بالمنطقه ديال جماعه لوناسدا اقليم قلعه سراغنا، ولاد الشرقي عفوا مشاهدي قناه شوف تي في اقليم قلعه سراغنا. نلقاكم مشاهدينا في مباشر اخر في موضوع اخر، الى اللقاء. والله المدرب شاد بشي التوقيت الزين. ريان الحمد لله.